محطات البترول في قطاع غزة أصبحت على هذه الصورة خلال الأيام القليلة الماضية، طوابير طويلة تمتد لمئات الأمتار أحيانا في انتظار قليل من الوقود. على هذه السيارات تستعيد جزءا من الحركة المرورية التي تراجعت إلى حدودها الدنيا، حتى لا يضطر هذا الطفل الانتظار لساعات على قرعة الطريق قبل أن يجد سيارة تقله إلى مدرسته. احتياجاتنا لأربعين مليون لتر للمحطة وللحياة المدنية. اليوم اللي بفوت كان بالأول قبل أسبوع بكفي من 15 لـ20% من الناس. الآن إلنا 5 أيام لا يوجد ولا قطرة واحدة من المحروقات في قطاع غزة، وهذا أدى إلى شلل كافة القطاعات الصحية وقطاع المواصلات والصناعات بالكامل متوقفة في قطاع غزة. ميدان فلسطين الأكثر ازدحاما بالحركة المرورية في الظروف الاعتيادية بدأت تتزاحم فيه الأقدام بدلا من سيارات الأجرة التي بدأت في رفع أسعار التنقل على قلتها. هذه صورة أخرى أيضا، طوابير طويلة بحثا عن البنزين، لكن ليس للسيارات هذه المرة، وإنما لتشغيل مولدات الكهرباء، البديل الوحيد المستخدم في ظل انقطاع الكهرباء بصورة شبه مستمرة. المحطة يوم بتلاقي فيها 10 لا زي ما انت شايف. احنا بدنا يعني البنزين للمطور، لمطور الكهرباء. طبعا الكهرباء ما انت عارف في غزة كل عام وانت بخير مخلصة، فيش كهرباء يعني. المؤسسات المقدمة لخدمات الإسعاف والطوارئ بشقيها الصحي والدفاع المدني حذرت من توقفها عن العمل تماما خلال الأيام الأربعة المقبلة. الأوضاع الإنسانية المتدهورة في القطاع بصورة غير مسبوقة دفعت حركة حماس وحكومتها في غزة إلى اتهام أطراف فلسطينية وعربية بالمشاركة فيما وصف بصناعة الأزمة، أما الحلول فيبدو أنها بحاجة إلى مزيد من الوقت. مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية تمثلت في فرض حصار صهيوني خانق على قطاع غزة، فإننا نطالب الإخوة في مصر بضرورة الإسراع في ضخ الوقود إلى قطاع غزة، ونحن من جهتنا قمنا بتحويل مبلغ $2 مليون كدفعة أولى لتدفق الوقود، لكن للأسف لم يحدث هذا حتى الآن. الأزمة التي بدأت قبل 3 أشهر بعد تشديد الإجراءات الأمنية المصرية على تهريب مشتقات البترول إلى غزة عبر الأنفاق تحولت إلى كارثة إنسانية تزداد خطورتها على مختلف جوانب الحياة يوما بعد آخر. أقوال كثيرة وأفعال قليلة، اتهامات حاضرة وحلول غائبة، هكذا تبدو الصورة في ملف أزمتي الكهرباء والوقود في قطاع غزة. صورة مأساوية تتحول تدريجيا إلى كارثة إنسانية يدفع ثمنها من تجرعوا مرارة الحصار وما زالوا منذ سنوات. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، غزة.